انا اليوم حكيت مع امي، لقيت صاحبتي معها مريم من بلد ومريم بعيد حكيها اجت لعنا، كثير. انبسطت في كتير. حدا؟ هنيك تانيا الاخير انا قلبي دليلي نقعد هون وقال لي حد لا تقعدي هون، هون بينكسر. ليش؟ هيك بينكسر هون. اخ يا طيب، شو 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 عملت؟ لا شو ناقصتي؟ يعني كل ما بعرف، بس عملت اللي هيك يعني، ما بعرف خوفتيني. كيف اقول لك. لما بتعمل هيك شو بتحس؟ ايه بغار، بس انه شو عملت انا انا؟ كمان بغار. فكرت حرقتك انا. لا لا يلا غني لي. شو بدي اغني له؟ ما بعرف هيدا هيدا الغني شو لي. خد لك مين بقول لي غني لي كمان؟ شو ليه؟ جاي لمين؟ ايه يعني مو غني بدي انام هيدا 19 عشان نص انام. بفكر بالنوم يعملها. لا طيب لازم. غني لي هاي الغنية يا رب تبعك. حبيتك وما اهتميتي فيي ونسيتي الضحكة بعيني، قدمت لك حب هدية وعملت لك لعبة بإيدي، حبيتك من أول نظرة ولمعت بعينك الجمرة، واجهت الصخرة والحجرة علشان حبك أنت يا سمرة، كلمت غير وخدعتيني، قلت بحبك وفشلتيني ونسيتيني وأهملتيني، وبحبك ما حطيتيني، أحلى عيشة سوا عشناها، أحلى أيام مريناها، أجمل كلام أجمل كلمات وقلناها، وبلحظة قلتي لي انساها، انت الحب اللي انت اللي انا حبيتك، انت اللي ما حدا غيرك، لما بطلع بعينيكي طعم الالم، انا من طعم الالم انا نسيتك، قلت لكل الناس والعالم انك اجمل بني ادم، وانا عمري ما بحب اتشائم، بس حبي وحبك ما تلائم، مين مفكر حالك ولك مين مفكر حالك، لا منظر ولا شيء. اوكي اديني حتى ثانك يو. بس مين فكر حالك ومين يقولك مين فكر حالك، لا منظر ولا شكل ولا شخصية، مين فكر حالك ولا مين فكر حالك، جاي تتسائل علي وبعدك صبية. هيدا هو اللحن؟ ايه مين فكر حالك لا ولك مين؟ مو هيدا الأخير الأول. مين؟ هيك نفس الشيء، ما هو بدهم إياه بطيء، هو بقول أول شيء سريع بعدين هيك عم بقول، فأنا لازم أقوله بطيء مع باور شوي. يعني حبيتك ما اهتميت فيي ونسيت الضحكة بعيني، فاهمة هيك؟ حبيتك ما اهتميت فيي ونسيت الضحكة بعيني، قدمت لك حب هدية وعملت لك لعبة بإيدي، بس لا هيك سريع كمان. بدي أقلل شوي عشان يفهموا علي. هم عشان يفهموا علي. وأنا راح أغني مغربي. والله؟ بركي ما بيفهموا، والله. لا مو هيك، هم أعطيني أغنية. هاي أغنية الإيفاق. زي أنت قال قلبي دليلي. الحمد لله عبزتها يعني شو. أنا قلبي دليلي اللي حتحبي دايما حكيلي وبصدق قلبي، أنا قلبي قلبي دليلي شو؟ لا بحبك ولا بموت فيك. لا تعطي اشياءك لحد. مثل شو؟ حبيتك وما اهتميتي فيي ما هم بحكي انا. خلص انا قلت جملة وخلص. انت حرة. ما راح انقي لك حياتك. حرة لك في حياتي. كيف أنا؟ إيش اللي حكني أمشي معك؟ أقول خلع عنك وأتمتع بذاتي. هيدي اللي رح تغنيها بس ما بدي أقول أغنية. كفاني ذل في دنيا هوا. شو قصتكم؟ إحنا عاملين أغاني وفقيرة. إحنا عاملين بأنه هي غنية كثير وعندها خدمة وأنا
تضربني كثير وتقول لي اعملي هيك وعملي هيك. نفس قصتنا تقريبا. شو انتو قصتكم؟